باش تقدم مستواك بريكتون بطل العالم النسخه الماضيه وتلعب بهذا المستوى راه فريق قوي. اما تنعرفوا راه اول فريق عربي وافريقي النصف النهائي، راه انجاز هذا وعطونا كاع امل اننا ننتو كاس العالم. صراحه شرفونا الدراري هادو وبرافو عليهم بهذا الاداء اللي لعبوه قدام وصف كاس قدام بطل كاس العالم. هو المتوقع كاس العالم المره الثانيه التوالي لعبتي مع بهذا الاداء ما عرفتش بالك كرواتيا بطبيعه الحال غادي يربحوها بشي 3-0. طيب التوقع ديالك ما يمكن لينا الا نحييو الاداء ديال اللي يمكن لينا نسميهم ابطال. شرفونا، حنا ما عمرنا كنا حلمنا اننا نشوفوا راسنا في هذا الدور. وتنحيوهم وتنحيو والد الركراكي وديما مغرب، واخا تغلبنا واخا ديما مغرب. تنتوقعوا فوز المغرب، فوز المغرب 2-0. الماتش هو هذاك زوين من المغاربه، واخا تنعرفوا فرنسا اقوى منتخب، لكن حنا راه حنا اقوى منتخب كاع في المغرب كامل وكاع في العالم. منين بعدا وصلونا لهادشي هذا ما عمرنا ما شفناه، وحنا كبرنا فيه ان شاء الله. عندهم كلشي، عندهم كلشي، ولكن فرنسا راه منتخب قوي، كل تعرف القدرات ديال الفرق الاخرى، لكن ماشي مشكل ماشي هاجي النهائي غنربحو ان شاء الله غنربحو. مع تعادلنا مع كرواتيا عرفنا التكتيك ديالها وداكشي ان شاء الله غنربحو. هو لعبنا واحد الماتش زوين رغم الخساره، ولكن اش غنجير اخويا الشيء اللي عطى الله، الشيء اللي عطى الله. نقول لك اليوم لعبنا مزيان، ولكن الخصم الثاني اللي غلبنا كما قال المجيع هو العراق. العراق البدني، كما العراق البدني نضمن لك اخويا بالله جرب ربحوا هذا الماتش. هذا نتوقع النتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله. وديما مغرب اخويا الله يحفظك. المنتخب الوطني المغربي يلعب مباراه الترتيب امام نظيره الكرواتي بعد انهزامه في نصف نهائي كاس العالم امام بطل العالم فرنسا بهدفين نظيفين. اسود الاطلس قدموا ما عليهم واكثر في هذا المونديال، موشحين انفسهم كأول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى المربع الذهبي، لتكون بذلك هذه المشاركة متميزة على كل الأصعدة في هذا المونديال الذي يلعب على أرض عربية.